هاتي بنشرادي رئيس الهيئة الوطنية للنقل السياحي الطرفي. إذن شنو خلى الهيئة والنقباء أنهم عملوا هذه الوقفة قدام مطار محمد الخامس بالدار البيضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تتعرفوا النقل السياحي الطرقي خدا واحد الوتيرة كبيرة في هذه الآونة الأخيرة، خصوصا 2009 حتى 2014 اللي خرج فيه دفتر التحملات الجديد. إلى ما تيتفاجئنا بأن دفتر التحملات الجديد اللي هو ممضي من طرف وزارتين وصيانتين اللي هي وزارة النقل والسياحة، تنتفاجئوا بعدم تطبيقه في أرض الواقع. وهاد الوقفة الاحتجاجية جات على أساس باش يعني يكون واحد التفعيل ديال دفتر التحملات يعني الشيء المراقب هو تعسفات أصحاب سيارات الأجرة الحجم الكبير على النقل السياحي اللي على أثرها واحد من النقل السياحي من أسبوع نقل على المستشفى يعني بالضرب وبالضلب. وحنا هذا الشيء كامل دايرينه على السياحه باش يديروا واحد المواقف او تشوير ديال السياحه في المطارات وفي امام الموانئ وفي امام الفنادق المصنفه. هذه الوقفه هذه خروج النقل السياحي من الصمت، لانه كيف تتسمعوا لأنه وصلنا لواحد المستوى ديال القهر، ولا كنا غادي نوصلوا ل 20 مليون سائح بهذا يعني الفوضى اللي عارمه يعني في امام الفنادق المصنفه والمطارات، ما غاديش نوصلوا لها. إلا كانت الفوضى هي اللي غادي تدير حل، يعني من الاسف ماشي هو هذا الحل. وتلتمسوا هذه اول وقفه، ويعني الا ما كانش استجابه لهاد المطالب اللي حنايا طالبين بها غادي يكون وقفات اكبر من ذلك، غتكون وحدة كبيرة أمام في الدار البيضاء وأمام الوزارتين إن شاء الله، اللي غادي نعلنوا على الوقت ديالهم بعد هذه الوقفة هذه إن شاء الله. إذن تقييم ديالكم لنجاح أو عدم نجاح الوقفة ديالكم اليوم؟ عدد المشاركين؟ وكيف تتشوفوا راه يعني كل شيء قدام عينيكم، تتشوفوا الناس اللي جاوا يعني جميع المناطق والمدن في المملكة. المدن المشاركة؟ من طنجة حتى للقويرة، كاين الناس جاوا من الداخلة، كاين الناس اللي مازال جايين هما من العيون واكادير غادي يوصلوا الساعه 11، كاين الناس اللي وصلوا ديال الداخله، كاين من اكادير من طنجه مراكش اللي وفد كبير جاي منها ومدينه الدار البيضاء والرباط وفاس، يعني جميع المدن. وحنا ما بغيناش ان يعني نجيبوا كاع جميع النقاله، لان الا جمعنا غادي تبلوك هذا المطار. خدينا عطينا غير واحد العربون على النقل السياحي، شوفوا غير العدد هذا، حنا اللي حجزناه تقريبا من 2000 رجعناه 500 تقريبا. إذن إلى ما كانش يعني المفاوضات وداك الشيء اللي باغين راه غيكون واحد يعني تقريبا واحد 10 مرات هذا العدد في مدخل الدار البيضاء أو أمام وزارتين النقل والسياحة إن شاء الله. شنو اللي يفاجئكم في الوقفة اليوم؟ المفاجأة هو أعطاو يعني أوتوريزاسيون اللي احنا من 20 يوم وهي عندنا تقريبا ديال التبليغ بالوقفة الاحتجاجية، حتى تفوجئنا يعني بوقفه احتجاجيه اللي تحطت غير في يوم 27 وعطاهم ترخيص باش يوقفوا، يعني حاطين ناس يعني باش تكون الفوضى. وهذا انا باقي مازال مستغرب له السلطات اللي سمحات يعني بجوج ديال الوقفات احتجاجيه. تنتمناو ان شاء الله، حنا تتعرفوا السياحه بان السياحه ناس راقيين، تعرفوا ما عليهم ولا ما لهم، وان شاء الله هذه الوقفه ان شاء الله راك تشوفوا غادي يكون عندها نجاح كبير في عدم استجابه المطالب. راه غتكون وقفه اكبر من هذه اللي غادي نعنوا على التاريخ ديالها ان شاء الله. اخر سؤال، اتهامات من خلال اللافتات للدرك الملكي، اشرح لنا هذه اللافته. اللافته لان احنا بالنسبه لهذا اللافته ديال الدرك الملكي تنشوفوا بان المطار دابا المطار ما بقاش فيه وقوف، دابا الا جيتوا من غير الوقفه الاحتجاجيه ولاو عاملين ما يعني واحد الصفوف مضايقه اللي حتى الدرك الملكي وليتي يوقع لك مشكل خاصك تمشي ليه حتى يعني واحد 700 ولا 800 متر باش تجيبو يفك لك المشكل اللي كاين امام مطار. وهذو وقعوا غير في هذا الاسبوع منين تعملوا هاد الجوج ديال الخطوط هنا بدون يعني التفكير في النقل السياحي فين خصو يوقف. تتعرفوا الا جا النقل السياحي جاو غير جوج كيران ولا ثلاثه كيران عندك 200 ولا 300 واحد ما يقدرش يهز الناس من 10 حتى 15 دقيقه ما يقدرش يهزهم.
يعني عطاونا باساج ديال 5 دقائق اللي ما يهزش الناس، كيفاش غنديروا؟ واش نقولوا الناس نحطوهم في ستاسيون ديال افريقيا ونجيبوهم على رجليهم حتى تما؟ اذا خاص تكون المشاركه المجتمع ما بين الناس اللي مكلفين بالنقل وما بين يعني السلطات الوصيه على هذا على هذا. نعم نعم.